شبك مقطوع وقصور تبر، طيور عكتر الجوع ما عليها وبر، والريح تمرق تعمل مشاوير تتشمم نتفت هوى، والطير عشطوط الحلم لم تنجبر وتغط حتى تنام عتراب القهر، عتخوت خرج الخوت هالايام بتنلام ما بتنلام، مش ممنوع ملحوت خيّن وهن خي الحوت، والنهر كل من سم يمشي طلوع، والحبر مثل الدم ما بينهم مثل الوطن مسدود، يا عنكبوت سكوت ناوي تموت فوت، ما المحبرة تابوت لدموع الحبر. الله، ومن عيون بيروت رح ندوى على تخوت الخوت. الله يا غاندي، كتير حلو. طبعا دواوينك ما شاء الله كمان في غزارة بالإنتاج، يعني في ديوان جديد عم تتحضر. ايه هيدا امتين بده يبصر النور؟ يعني ان شاء الله خلال هيدي السنة. عم نحكي هاي السنة 2012. نعم، يعني خلال 2012. أنا قلت سنة دراسية بركي منصغرها شوي. أكيد أول ديوان حينهدى لإلك. تسلم. أنا أحرص قصيدة من الديوان الجديد. طبعا يلا مباشرة. رح أقول لك منحوتة صلا. صوتك نغم بالبال عم ينحت صلا، مثل الهمس تحت الشمس خلى الشجر بس تلمحك مطغار، وصارت مثل شي خيال عم يمشي حفا، الأسرار جوا القلب بتضل تالفجر يرجع من عينيك يطل، ويركع النجم قبل الغفا ما يفل، ويتذكرك كل ما التقى الله. شو حلوة. أنا من بعد قد هيدا مش سيعني كل الاستوديو، لكن أنا على موعد مع الديوان الجديد اللي بإذن الله يبصر النور بهذا هالسنة 2012. شعر لكينا ورسم وكهف الفنون، وبعد عندك وقت لشي تاني غاندي، ولا حاسس حالك بعدك مقصر مع نفسك مع البركان اللي جواك؟ لا صراحة، يعني طموح واسع، لكن الإنسان هو بيقدر يخلق الوقت والفرص المناسبة، طبعا الحظ هو بيلعب دور، وإن شاء الله يكون عندنا حظ بالحياة ونكمل الرسالة الفنية والثقافية والتراثية والسياحية وحماية البيئة يلي عم تشهد طبعا تشوهات بشكل يومي بشكل خطير. إن شاء الله أنه نقدر بالتعاون مع بعض أصدقاء مثل ما قلنا كهف الفنون، وبنتمنى طبعا على الوزارات المعنية أنه تولي الاهتمام اللازم كان لجمعية كهف الفنون أو لكل الناشطين بالمجالات الفنية والثقافية والأدبية. نعم. بشكل عام نحن تندعم أكثر الكلام اللي عم نحكيه، كمان لازم نشوف بعض من أعمالك أنت زودتنا فيها صور، هي بتحكي عن حالة بس، لكن رح نمرقها ونصير نعلق عليها واحدة وراء الثانية. بعد في هذا المشهد بنشوفه بالضيعة، بعده ممكن ايه بعد نشوفه صراحة. هذه من المشاهد القريبة، يعني احد مداخل كهف الفنون. فيها الست اللي حاملة جرة المي اللي راجعة من العين. هون الوردة، قد ايه تفاصيل الريشة عندك طبعا كمان؟ هو لأنه كلوز على اللوحة بتبين هيك. هلا بعدين بتصور كل ما تبعدي عن اللوحه بتصير كل ما تشوف المشهد بشكل اوسع. قد ايه متاثر غاندي بضيعتك بهالمنطقه الصوفيه الحلوه؟ انا كل يوم بعايش هيدي الاجواء صراحه. كل يوم بتعيشها؟ كل يوم بروح على جنينه، كل يوم اوقات بسقي الورد بقصقصه، بزرع شيء جديد، حتى الويك اند بروح بمشي حد المي حد النهر،
وبصور يعني معظم المشاهد. بتصورهم بالفوتو بالاول بالكاميرا ولا بتصورهم بمخيلتك؟ بالمخيله. شوفي ما كل شيء بتقدري يعني تجمعي، لانه بين الاوقات بتصوري بمخيلتك المشهد لتعمليه شعر او قصيده. صح. اما الرسم لتجيبي هيك تفاصيل، ما بعتقد في فنان بيقدر يجيب تفاصيل اذا ما عنده شيء يعتمد عليه. مرجع، اي طبعا نحن هون قصدنا نفوت كلوزيت على اللوحه حتى نشوف هالقد تفاصيل، يعني مع كل تجعيد تقيد اذا بدك، مع كل سنه، مع كل وجع مرق على هالايد. صحيح. مبين واضح، اكيد لازم يكون في مرجع فوتو، يعني مرجع صوره. مش بس بعتمد على الصوره يعني كفوتو، بعتمد اوقات بتناقش مع الفلاح. بشوف كيف بيفكر، بشوف قديش هو عن جد متمسك ومتصلب وبحب الارض والزراعه وبحب ياكل من ارضه. ساعتها بتحط حياه باللوحه، ساعتها المفروض يكون هيك. يعني مثلا مبين هون انه هو مستعجل يرجع على بيته، مبين حامل مبين راكد يعني. مصدق. يعني بعد الشغل اليومي يتوق الى الراحه، اذا بدك عم يرجع يركض ليأمن لعائلته الاكل ولا المونه ولا اي شيء. غاندي، انت اكيد لانك ابن هذيك المنطقه وعاشق لهذيك المنطقه واللي انت حاطط نصب عينك اذا بدك اكثر واكثر انك تحافظ عليها، تتكبش بايديك وباجريك انه ما تغيب. نعم. ما تجي المدينه تاكل منها هذا الجزء الكبير وتخرب. نعم. وتشوه. لو طلعت من هالمنطقه مطرح ثاني شو بيخسر غاندي؟ لو رحت قعدت مثلا بحي ببيروت. نعم. رح تقدر تعطي نفس العطاء؟ شوف، الحنين ثابت، ما بقدر اتخلى، ما بيقدر واحد يتخلى عن شيء بحن له، ولكن اوقات الظروف ممكن تلزمه انه من جغرافيا من, من من محل لمحل. هلا ممكن يكون عنده فرصه ثانيه واحد يستفيد فيها، بس ولكن بيضل يحن. اذا ما تابع الرسم يمكن يتابع الكتابه، يمكن يتابع الشعر، وبتنفس من بمكان اخر، هذا كله ممكن. انا يعني بكهف الفنون مثل ما عم بتشوفي عم بجرب كرس معظم اوقاتي، ان كان بالنحت الشمع او البرونز او الموزاييك او الرسم او الحجر طبعا، لتهيئه كهف الفنون ليصير مكان طبعا لائق لاستقبال السواح والطلاب. يعني كل اللي عم نشوفهم غاندي موجودين هلا بكهف الفنون، على جدار وعلى بزوايا وفي. نعم. خبايا هذا المكان. نحن يعني بلشنا صراحه عم نستقبل معظم هلا النخبه يلي عم بيجوا على كهف الفنون، وفي ناس عم تعمل ابحاث عن كهف الفنون، في طلاب عم بيجوا يعملوا مواضيع عن كهف الفنون. حلو. في سواح طبعا عم بيزوروا مفتوح للسواح ايضا بشكل للسواح. طيب في حال مثلا انت قلت هاي الخبريه، اذا حدا حابب يعمل نشاط ثقافي معين. لا. بمكان يعني هيك يضج ثقافه بيقدر يتصل فيك ويقول لك انا جاهزين لكل بحاجه لكل مساله ثقافيه بعيده عن السياسه. طبعا نحن بنجرب لانه دائما نشيب السياسه للثقافه الفنيه والثقافه البيئيه وكهف الفنون. وقليل نحن صراحه ليكون عندنا مشاركات مع الندوات السياسيه، لانه نحن بنعتبر انه لازم نحافظ على وطننا من خلال الرساله الفنيه والثقافيه والحضاريه. انه شو بدك بالشغله تجيب السياسه لعندك؟ ما اذا بحب بيغرب منظر، الا اذا كان هو اذا هو بحب تحول الى شاعر او فنان يعني يرتقي الى هذه المستويات الحلوه من الفن. شكرا. غاندي، لوحاتك مش للبيع ولا يلي بالمعرض ممكن قد اذا حدا حاب يقتنيها؟ انا من حيث المبدا ما برسم لوحه لبيع، لانه اذا بدي افكر بهذا الاطار بتصير تجاره، بتصير الشغله تجاريه. يعني ما بقول حط احساس، انا بشتغل لحتى فرجي الناس انه هيدي حياه القريه، هيدي حياه الفلاحين موجوده بهاللوحه، تعوا اقروا حياه الضيعه من خلال اللوحه. صح. وكمان حتى القصيده، يعني ما بفكر اكتب قصيده لبيعها لحدا يلحنها او شيء، انا بعمل اللي علي، يعني انا بحط احساسي. هلا اذا اجى حدا بده يشتري اللوحه صراحه لازم يكون عارف قيمه هاللوحه اللي بده ياخذها، وحتى ما بيعنيني يعني كان في فحص لك، في فحص للنوايا. اذا انا يعني بعتز اذا حدا بياخذ لوحه بيعرف قيمتها، اما ياخذ لوحه ليبيعها لحدا ثاني وثالث ورابع ما بقدر هيك. طيب غاندي، انت حكيت شغله انه في يعني طريقه النحت قد تكون الماده تختلف ما بين الحجر والشمع والخشب، ونعرف كل ماده خصائصها مختلفه عن الثانيه. صحيح. ونحت الشمع بده يكون كثير دقيق. صحيح. نحت الحجر بدك تحط كل رجوليتك فيه. صحيح. لبل صلاه
صوتك إذا بدك، أيهما أقرب إلى قلبك؟ اللي بدك هيك تتغزل فيه غزل بالنحت ولا تضربه؟ كل شيء بالحياة ممكن تطوعي، حتى الحجر. حتى الحجر. لكن الشمع إذا بدنا نحكي، الشمع هي المادة الأقرب، لأنه كيف ما حركتيها بتتحرك معك وبوقت ممكن تكون أسرع، ولكن أداء أكيد أداء. أما الحجر طبعاً له العدة الخاصة له، له وقته كمان الثاني، وكل شيء بتعطيه من وقتك بياخذ حقه. أنت بأي حالة لازم تكون تروح تنحت حجر وتقول له بارلا، بينما بدك تكون يمكن بحس بحالة فوران عاطفي تروح على الشمع؟ يعني عادة كل مادة بتعيط لك بتكون بحالة معينة. إذا فوران عاطفي بتروح على القصيد. على القصيد. أوكي. وإذا حاسس حالي بدي أعمل شيء يعني عن هيك عم بيعيط لي التراث أو الحجر بروح له. بتروح عليه. اللي عم نشوفه إنه اللي عم بيختك أكثر لعنده هو يعني المسن. نعم. إن كان الرجل أو المرأة، قديش السنة وقديشك متصالح مع العمر بالبداية؟ شوفي، بحس أنا إنه لازم نحن حقيقة نرجع لتراثنا وجذورنا ونحافظ، كيف عم نحافظ نحن على هالجزع الشجرة يلي هو عم بيطلع من تحت التراب أو عن هالغصن اليابس، بدل ما يروح للموأدة عم بيروح على كهف الفنون ينحط وينحمى بأسلوب طبعاً. طيب إذا اليوم نحن عم نجرب نحافظ على الحجر وعلى الشجر وعلى التراب، ليش ما فينا نحافظ نحن على ابائنا واجدادنا المسنين؟ لانه بالنتيجه هن يلي بسببهم نحن وجدنا طبعا بالحياة. هن اعطونا الحياه، ويعني هون تحيه لكل مسن، يا رب يخليهم كلهم يعطيهم طولة العمر، ولو يعني بيقولوا اللي ما عنده ختيار يشتري. نعم. ختيار، مع انه ما انا بحس انه صراحه رسم الناس الكبار بالعمر هن تكريم لهم. اكيد وبتصور نحن متوافقين مع ونحن لا كمان بده يجينا العمر طولة العمر للكل، ويجي مطرح بدنا كم نصير مسنين. أكيد. يعني اذا قدرنا نحترم المسن اكيد. نعم. بده القدر يعطينا بالمقابل. طبعا طبعا. غاندي، باخر لحظات شو في رساله بدك توجهها الاثير لك؟ شو بدك تقول؟ شكر او دعوه او امنيه؟ تفضل. اولا واخيرا يعني شكر لكم. الله يخليك، هذه وجبتنا ما تشكر. لا طبعا قناه اليوم وبرنامج عيون بيروت. تسلم. شكرا لكل المساهمين والداعمين والمهتمين من رجال اعمال ومن ادباء وشعراء واصدقاء وكل النخبه يلي عم توقف حد كهف الفنون لنضل مستمرين. وطبعا مثل ما قلت لك انا تمنيت وبضل اتمنى على الوزارات المعنيه انه عن جد توقف معنا وتهتم، لانه عندنا خطوات كثير كبيره، ويمكن يوم من الايام نقدر ونتمنى انه نرفع اسم لبنان بالثقافه والحضاره. باذن الله ان شاء الله خير، واكيد يكون هذا المنبر وصل صوتك بابهى صوره. اهلا وسهلا فيك غاندي، انت دائما عزيز وغالي عنا بعيون بيروت وباعمالك الحلوه ونشاطاتك اكيد القيمه. بريك اصدقائنا، ونكون اكيد مع بقيه فقرات عيون بيروت لليوم. يوميا زميلتنا رولا في عندها كميه من الاخبار السياسيه تقرا لنا اياها من الصحف ومن الصفحه الاولى للصحف، واكيد نشاطات من عنا. بريك وبنرجع.